فوف فوف سكواد. حاول تلمس اذا هاي يا عيني على جراندايزر. يا مايك وربي ديف 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 وربي مستعدين لك يا رجل وربي وحش وحش. كان يا مكان في قديم الزمان، عندما كان جميع الأساطير نيام، وصل أسطورة الزمان للميتين ألف بكل سلام. نعم إنه دخان، كم سببت من الأمراض يا مسبب الأمراض، كم سددت من الشرايين يا أيها المجرم الفتاك، كم حرقت من القلوب، كم سببت من الوفيات المبكرة يا أيها الدخان. إنني لا ألومك فإنك دخان. يعود لكم الدخان بفيديو جديد، فيديو خرافي كونفو شاري أدراماتيكي. المهم يا أساطير الزمان، أشكركم على الميتين ألف مشترك، والله إنكم خرافيون كونفو شاريون أدراماتيكيون. المهم يا سادة الكرام، آسف على إني قطعت عنكم تقريبا يومين، ولكن كنت مشغول شوي. المهم عدنا إليكم بفيديو جلد خرافي كونفو شاري أدراماتيكي. ولكن قبل البدء في هذا الفيديو، أتمنى أنك توقف الفيديو توقيف مؤقت وتدخل على صندوق الوصف، وراح تلاقي قناة شخص خرافي خنفوشاري إدراماتيكي، شخص إدراماتيكي من جيش الدخان، شخص تعتبره أخوكم. أتمنى فقط أنك تدخل على رابط قناته وتشترك معه وتكتب له جيش الدخان أو المنظمة العليا أو جيش الأساطير هنا. أتمنى فقط أنكم تكتبوا له هذه الكلمات الخرافية، عشان بعدين لما أدخل على القناة أشوف كم عدد المشتركين الخرافيون الخنفشاريون. المهم يا أساطير الزمان، تم الإعلان على الفائز في مسابقة الألف جوهرة. فقط تابعنا على الانستغرام وراح تشوف من اللي فاز معانا، وفي معانا مسابقة على 500 جوهرة. فقط تابعني على الانستغرام وراح تشوف كل التفاصيل. الحين أترككم مع الفيديو، ولكن أتمنى منك يا أسطورة الزمان أنك تفجر هذا الفيديو لايك. أريد أشوف كم عدد اللايكات اللي نقدر نوصل هذا الفيديو، لأني قاطع يومين، فأكيد تفاعل القناة راح يقل شوي. فأريد أشوف الجيش الخرافي، الجيش الخنفوشاري إيش راح يسوي في هذا الفيديو. وأترككم مع الفيديو ومتابعة ممتعة. نواف عندك واحد ملقي.
على يمينك اوبا ابلع صح دخان كفو 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 اسطوره كفو عند فور البيت مين ده يروق ونجي
كفو كله هد هد يا معلم هد دير ما عنده مزح المهم يا أساطير الزمان إلى هون ونكون انتهينا من هذا الفيديو وأتمنى أن الفيديو ينال إعجابكم. إذا أعجبك الفيديو يا أسطورتي لا تبخل علي باللايك والاشتراك بالقناة ومشاركة المقطع مع الأصدقاء، وإذا ما أعجبك الفيديو هم حط لايك وانتقدني بطريقة محترمة أسفل التعليقات، وإن شاء الله أحسن من أدائي في الأيام القادمة. وأتمنى أنكم ما نسيتوا أنكم تضيفوني في الانستغرام وتشتركوا في قناة الشخص تحت في صندوق الوصف، وكان محدثكم دخان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله.